ما في نقاط محددة، ما وظيفة السائل المخاعي؟ وظيفة السائل النخاعي، 1 90% مصل الصدمات بتاعة المخ وحمايته. وحماية المخ. 2 2 توصيل الأجسام المضادة أو الأجسام المناعية للمخ. 3 ماشي. 3 إخراج أو إفراز بعض الفضلات من المخ للوريد المركزي، لأن ربنا خلق لنا المخ. المخ فيه فضلات؟ مش فضلات، ما هي ناتج التفاعل الخلوي. إحنا طبيعة جسمنا كلنا الخلية بتاخد تغذية صحيح. وبتطلع نواتج. تمام. النواتج فيه منها حاجات بنستخدمها وحاجات لا نستخدمها. الحاجات اللي احنا ما بنستخدمهاش بتروح فين؟ بتمشي في الدم لغايه ما توصل للكليه، والكليه تخرجها بره. حتى في المخ برضو كده؟ حتى في المخ، ما هو خليه. هو خليه. تمام. فلازم هنستهلك طاقه، وهنستغلق، وهنعمل نشاط، وهنستخلق وهنستهلك مواد موجوده عندنا. نعم. وهنطلع مواد احنا مش عايزينها. طب المواد اللي احنا مش عايزينها هتروح فين؟ تنزل مع الدم، هتروح للكلى، الوريد. سواء على الوريد دايركت او عن طريق السائل النخاعي، وتروح للوريد تاني، وبعدين من الوريد تروح للقلب، للدم، وتروح للكلى، وتخرج من الكلى. ده الدوره بتاعتنا. وفي حاجه اسمها الجهاز الليمفاوي للجسم. ما الجهاز الليمفاوي؟ الجهاز الليمفاوي ده حاجه اوعيه دمويه موازيه للوريد والشريان. شرايين واورده ولا هي حاجه؟ شرايين واورده، والجزء الثالث بتاعها الجهاز الليمفاوي. الجهاز الليمفاوي دوت موجود يعني في الجسم. يعني ايه ليمفاوي؟ من الليمف. الليمف اللي هو احنا عندنا في جسمنا انسجه اسمها الليمف نودز او العقد الليمفاويه، ويتوصل ما بينهم اوعيه. اوعيه دمويه؟ اوعيه شبه الاوعيه الدمويه. بس شبه مش زي الشرايين، مش شرايين واورده يعني. دي حاجه ثالثه. بس اوعيه تمشي فيها حاجات. تمشي فيها سائل، وبيصب في اخر حاجه خالص برضو في القلب. الله، يعني احنا عندنا شرايين واورده واوعيه ليمفاويه. واوعيه ليمفاويه. ما عدا المخ. المخ فيه ايه بقى؟ المخ ما فيهوش الاوعيه الليمفاويه، فيه شرايين واورده بس وسائل مخاعي. طب والفضلات الاوعيه الليمفاويه دي بتاخد الجزء الثاني، يعني مثلا 80% من خارج الخلايا بيروح للاورده عشان يرجع للقلب. طب ال 20% التانيين يروحوا فين؟ يروحوا للاوعيه الليمفاويه. بيرجع تاني، تمشي الاوعيه الليمفاويه دي بتشتغل كمنقى للدم كله، تعدي على العقد الليمفاويه تنقي الدم من البكتيريا، من لو في حاجه فيها عدوى في الجسم فتطلع عليها اجسام مضاده. جزء من الجهاز المناعي بتاع الجسم. ده خطير يعني الاوعيه الليمفاويه. ده مهم جدا. ده في ناس بيجي لها مشاكل فيها، وصل لها ورم في الرجلين اللي هو مرض الفيل. ده الفيل. مش ده مشكله في الاوعيه الليمفاويه؟ الفيل ده عشان الاوعيه الليمفاويه. بس خطير ولا مزمن ولكن ولا خطير؟ مزمن. ولا خطير؟ مزمن. ملوش علاج؟ ما اكتشفتلوش علاج؟ مش يعني هي دي تخص جراحه الاوعيه الدمويه شويه بس، يعني علاج رئيسي لا، معلوش. الاوعيه الليمفاويه تخضع لتخصص جراحه الاوعيه الدمويه. جراحه الاوعيه الدمويه. اللي هم تبع الشرايين والاورده. الشرايين والاورده. المخ بقى ما فيهوش اوعيه ليمفاويه. ما فيهوش اوعيه ليمفاويه. ما الذي يستعيد عنهم؟ السائل النخاعي. عشان كده تيجي الوظيفه الثالثه للسائل النخاعي، اللي هي تاخد الاخراج من خلايا المخ توديها للوريد تاني، الوريد المركزي. فاحنا لو جينا هنا، ده شكل توضيحي برضو او رسم توضيحي. قلنا احنا اتفقنا احنا عندنا حاجه اسمها 4 بطينات للمخ. تمام. 2 جانبيين، ادي واحد اهوت وادي التاني اهو. تمام. الاتنين الجانبيين دول بينزلوا بفتحه هنا اسمها فورامن اوف مونرو او فتحه مونرو على اسم اللي اخترعها يعني او شافها، وبينزلوا حاجه للبطين التالت. البطين التالت دوت يجي في قناه اسمها قناه سيلفس. قناه سيلفس ديت تنزل للبطين الرابع. طيب من البطين الرابع يمشي بقى يروح شويه لتحت، وبعدين يلف حوالين المخ. طيب اما بيلف حوالين المخ يجي هنا لحاجه اسمها الوريد المركزي. الوريد المركزي هنلاقي هنا عندنا شويه حاجات طالعه كده من السائل النخاعي تصب في الوريد المركزي الميه. فيبقى يفرز من هنا ويمشي الدايره بتاعته الكامله ويمتص فوق. لو رجعنا للصوره دي يعني تاني، يعني يفرز من البطينات الفجيرات ويمتص في الوريد المركزي فوق. ويمتص في الوريد المركزي فوق. تمام. طيب هو يفرز منين؟ في حاجه اسمها الجزء الاحمر بتاعنا ده، دي الخلايا المسؤوله عن افراز، دي داخل بطينات المخ. تمام. الخلايا المسؤوله عن هو قدر ده السائل النخاعي ده اللي بيمشي في العمود الفقري برضو؟ بيمشي في العمود الفقري. ما احنا اتفقنا هو 150 ملي، 75 بيمشوا حوالين المخ، و75 بينزلوا للعمود الفقري او ويرجعوا نفس الدايره بتاعته برضو، ويرجعوا تاني كلهم يمتصوا من الوريد المركزي للمخ. تمام. يعني هي دوره نقدر نقول من المخ لحد العمود الفقري، ويرجع تاني ويمتص في المخ ويفرز تاني. ويفرز تاني. تمام. عمليه الافراز عمليه الافراز دي شغاله بمعدل 3 من 10 ملي في الدقيقه.
3 من 10 ميلي كل دقيقة. كل دقيقة. يفرز. يعني يفرز، يعني هو شغال مستمر. ويمتص بمعدل مستمر. دي. ما بيقفش. ما بيقفش. ولا حتى الإنسان لو نام ارتاح. ده بالعكس بقى، ده إحنا قلنا الطبيعي دايما إن إحنا بنلاقي لما نكون حاجة داخل ضغط معين وهي تفرز داخل الضغط، لما الضغط يزيد إفراز يقل لأنه بيدي مقاومة. نعم. سبحان الله هنا المخ لا. مهما كمية ضغط المخ زادت ومهما كمية المية خرجت الإفراز لا يتوقف خالص، مهما عملنا الإفراز لا يتوقف. ودي هنا دي الخطورة، ده مشكلة. ومعدل امتصاصه قد ايه؟ ما احنا قلنا هي توازن بين إفراز، ده كارثة، بين إفراز وامتصاص. طبعا كفتين، امتصاص وإفراز، 3 مللي كل دقيقة ويمتص إفراز ويمتص من الناحية التانية نفس الكمية برضه، نفس الكمية عشان يبقى فيه تعادل، عشان يبقى فيه تعادل وتبقى الميزان واقف. لو في خلل، الخلل هيحصل ازاي؟ في الامتصاص. في الامتصاص. الافراز زي ما اتفقنا ما بيحصلش في الافراز اصلا، يعني المعدل يزيد يقل. المعدل يزيد نظريا مكتوب، عمليا مش موجود. مش موجود. احسنت. طب يقل مثلا؟ مش موجود برضو. مشاكلنا يعني كلها خلل في مشاكلنا كلها في الافراز او الدوره نفسها. لكن انا كده كده الافراز شغال مش هيقف.